بن علجية يحرر أنصار شبيبة القبائل بهذا الهدف الأول في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. تمنى فقط الروح الرياضية في هذا اللقاء. وكذلك شريف الوزاني مع نساخ ربما يطالب لاعبيه بعرض البطيء وتسجيل بطريقة رائعة من بن علجية. شريف الوزاني طبعا سيطهر يطلب ويطالب لاعبيه بالهدوء لأنه ما في مازال شوط ثاني آخر في هذا اللقاء، مازال 45 دقيقة من هذا اللقاء وبإمكان شباب بلوزداد العودة في النتيجة. هنا كاتب العام لشباب بلوزداد كذلك عروسي. مازالت الاحتجاجات على الحكم مبكر.